السلام عليكم ورحمة الله، مع حضرتكم دكتور أحمد المدير التنفيذي لشركة القاضي داتا فلو. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، إزاي نتابع الكيس الخاصة بينا في الداتا فلو. بعد ما حضراتكم قدمتوا الشهادات لينا، بندي لحضراتكم إيصال للدفع، وده بيكون فيه البيانات اللي من خلالها تقدروا تتابعوا الطلب بنفسكم. وطبعا ده مش شيء ضروري حضراتكم تعملوه، لأن في قسم خاص بالمتابعة موجود عندنا بيفيد حضراتكم بالتطورات أول بأول. القسم ده طبعا مع حضراتكم شغال 24 ساعة، أي تطورات جديدة في الداتا فلو، أي مشاكل طرأت أو شيء بنعرف حضراتكم بيها، بحيث إن احنا بنعرف حضراتكم مستجدات الطلب أول بأول. نرسل لحضراتكم إيصال زي الإيصال ده بالظبط كده، تمام. من خلال الإيصال ده حضراتكم بتقدروا تتابعوا الطلب الخاص بيكم في الداتا فلو، مكتوب فيه القيمة اللي حضراتكم دفعتوها، بيبقى مكتوب فيه التاريخ الخاص بإصدار الإيصال، بيبقى مكتوب فيه أهم الحاجات الأساسية الخاصة بحضراتكم. هنحتاج في الإيصال ده الداتا فلو ريفرنس نمبر، اللي هو ده، بناخده نسخ كوبي ونفتح متصفح جوجل، نكتب داتا فلو ستيتس، نضغط هنا، هيطلع معانا طريقتين لمتابعة الطلب الخاص بحضراتكم. الطريقة الأولى بسيرش باي داتا فلو كيس نمبر، ده طبعا لكل داتا فلو بيبقى ليها كيس نمبر خاص بيها. والطريقة التانية سيرش باي ريفرنس نمبر، كل داتا فلو كذلك بيبقى ليها ريفرنس نمبر خاص بيها. مش هنخوض في ايه الفرق ما بين الاتنين، لكن كل اللي يعنينا حاليا ان احنا هنختار طريقة واحدة تيسيرا على حضراتكم لو حابين تابعوا الطلب الخاص بيكم بنفسكم. بنختار سيرش باي ريفرنس نمبر، بنختار طبعا هنا الدولة اللي المفترض احنا مقدمين ليها، السعودية، دبي، عمان، ايا يكن. نختار مثلا نفس الإيصال اللي كان موجود معنا حاليا، السعودية. وطبعا زي ما احنا قلنا في البداية، بناخد الـ Data Flow Reference Number، Copy، نحطه هنا Paste، وهنا بنكتب جواز السفر الخاص بحضرتك. جواز السفر طبعا احنا الداتا كلها مؤرشفة عندنا بشكل كامل بحيث ان احنا نوصل ليها بسهولة. نيجي هنا Paste ونعمل Check Status. طبعا ننتظر لحد ما تحمل كده، خلاص حملت معانا. بيظهر عندنا الصفحة بالشكل ده. الصفحة دي بتحتوي على أهم المعلومات الأساسية الخاصة بحضرتك، الاسم، الداتا فلو اي دي اللي هو الريفرنس نمبر اللي احنا داخلين بيه، الايميل الخاص بحضرتك، الجواز الخاص بحضرتك، كلاينت اللي هي البلد الموجه ليها. انا اقتصر بس على أهم الحاجات الأساسية. education check status دي طبعا الجامعة الخاصة بحضرتك، دي كروس تشيك ستيتس، دي البيانات الأساسية الخاصة بحضرتك. دي الرخصة لايسنس تشيك ستيتس، دي الرخصة الخاصة بحضرتك سواء كان ترخيص الصحة أو النقابة. هنا في الآخر خالص بيظهر معانا التقرير. التقرير هنا دي بتظهر بالعلامة الخضراء زي برضو ما هنوضح حاليا إن شاء الله. دي بيظهر معانا إن الطلب حاليا شركة الداتا فلو شغال عليه، تمام. بخصوص النقطة دي كيس اوت كام، دي بتبين لنا في الاخر ان التقرير خلاص انتهى وجاهز للتحميل. ناخد مثلا تقرير زميل من الزملاء انتهى، نشوف كده، ناخد داتا فلو ريفرنس نمبر كوبي، نيجي طبعا هنا نرجع الخلف سيرش باي ريفرنس نمبر سعودي كوميشن، نعمل بيست. طبعا زي ما احنا عارفين نحط هنا جواز السفر، خلاص ناخد الداتا الخاصة بجواز السفر كوبي بيست شيك ستيتس، ننتظر طبعا على ما تحمل. بيظهر في الاخر التقرير مع حضرتك بالشكل ده، هنا بيبقى كاتب داونلود ريبورت، بيتحمل التقرير عادي خالص. وطبعا التقرير بيبقى محمي بكلمة سر، كلمة السر دي بتكون تاريخ الميلاد الخاص بحضرتك، مع مراعاة ان هو اتكتب بالصيغة دي. الصيغة دي تعني يعني مثلا لو تاريخ ميلاد حضرتك 3 مثلا تكتب 0 3، لو تاريخ ميلاد حضرتك 3 7 تكتب 3 0 7، طبعا تكتب السنة كاملة 1900 وكذا. طيب لو التاريخ بتاع حضرتك 11 تكتب 1 1، تاريخ التاني 10 يبقى 10 يبقى 1 0، تكتب السنة كاملة وتعمل داونلود للتقرير. تضغط بدء التحميل، خلاص اتحمل معاك، بتفتحه بالباسورد اللي احنا قلناه حاليا. طيب لو جينا ناخد مثال تاني لبلد تانية وليكن مثلا عمان،
ده ايصال اللي احنا بنقدمه لحضرتك، كذلك نفس الشيء زي ما اتفقنا ريفرنس نمبر ناخده نسخ كوبي، ونروح داتا فلو ستيتس كالعادة زي ما احنا اتفقنا، داتا فلو ستيتس سيرش باي ريفرنس نمبر، البلد اللي المفترض احنا هنختارها طبعا عمان ميديكال سبيشاليتي بورد، نضغط بيست، باسبورت نمبر زي ما ذكرت لحضراتكم ان كل حاجة طبعا مؤرشفة فسهل بالنسبة لنا ان احنا نرجع ليها، فبتكتب هنا جواز السفر الخاص بحضرتك، تشيك ستيتس بيظهر معانا بالشكل ده كده. طبعا دي المعلومات البيانات الأساسية اللي احنا ذكرناها لحضراتكم، بنلاحظ هنا ان كل حاجة كومبليت، بيانات الشخصية متبقي فقط تحميل التقرير. أول ما تلاقي إن كل حاجة بقت كومبليت دي بتظهر خلال 3 أيام أو 4 أيام بالكتير، بتظهر هنا زي ما وريت حضراتكم قبل كده، دي بتظهر داونلود ريبورت. وبكده قدرنا نعرف إزاي نتابع الطلب الخاص بينا بالداتا فلو، وطبعا بأكد على حضراتكم إن ده شيء مش إلزامي حضرتك تعمله، لأن إحنا بنقوم بيه بشكل كامل من خلال فريق العمل الخاص بينا، وبنبلغ حضرتك التطورات أول بأول، ودي أرقامنا لو حضرتك حبيت تتواصل معانا في أي وقت. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.